بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنشرح مسألة جديدة على الـ IC. المسألة بتقول knowing that at the instant shown the angular velocity of root BE. الروت بي اي بيتحرك بيور روتيشن حول نقطة الـ E، ده مركز الدوران، وبيتحرك بيور روتيشن بسرعة دورانية angular velocity اللي هي الأوميجا بـ4 راديان بير سكند كاونتر كلوكوايز، يعني عكس عقارب الساعة في الاتجاه ده كده. بيقول لك determine the angular velocity of rod AD. عايزين الرود AD ده، عايزين نحدد الأوميجا بتاعته، وعايزين نحدد سرعة نقطة الـ D، وعاوزين نحدد سرعة نقطة الـ A. طيب علشان نوصل لسرعة نقطة للسرعة الدورانية للرود AD لازم نعرف على الأقل سرعة أي نقطة عليه، ونستخدم الـ IC ونحسب السرعة الدورانية، لأن احنا عارفين إن الـ V بيساوي الأوميجا في الـ R. فأنا لو عرفت سرعة أي نقطة على الجسم على الرود اللي هو ده كده، هقدر أطبق في القانون وأحسب الأوميجا، وسهل إن أنا أحسب أجيب الراديوس اللي هو المسافة من الـ IC للنقطة. طيب علشان النقطة اللي احنا نقدر نجيب ليها السرعة هي نقطة B، لأنها نقطة مشتركة بين الرود BE والرود AD. فمن خلال الرود BE ده بيتحرك، نقدر نجيب سرعة نقطة B لأنه بيتحرك روتيشن موشن مع عكس عقارب الساعة حول نقطة E. فال VB هتساوي ال VB هيساوي الأوميجا في الـ R. عارفين إن في حالة الروتيشن بتبقى السرعة بتساوي الأوميجا في الـ R على طول، لأن مركز الدوران بتبقى سرعته بزيرو. فالأوميجا معانا بـ4، ومعانا الـ R اللي هو المسافة من مركز الدوران للنقطة اللي هي المسافة دي اللي هي 192. يبقى 4 في 192 اقسم على الألف، لأن الأبعاد هنا بالمليمتر. يبقى 4 في 192 على الألف، طلع معاك السرعة اللي هي سرعة نقطة B اللي هي هتبقى في الاتجاه ده، هي بتبقى مع الأوميجا. أنا معايا الأوميجا في الاتجاه ده كده، فالسرعة هتبقى عمودية على الرد، وفي الاتجاه يعني في نفس اتجاه الأوميجا، وعمودية على الرد. طيب وقيمتها 7 من 10 أو 768 من ألف. كده قدرنا نحسب سرعة نقطة B اللي من خلالها هنقدر نحسب السرعة الدورانية للرد AD. طيب علشان نرسم الـ IC أو نقدر نجيب نحدد نقطة الـ IC لازم يبقى معانا اتجاه سرعتين. أنا معايا اتجاه السرعة الأولى أهي، اتجاه السرعة الأولى أهي. طيب الأوميجا للرد دايما بتبقى مع السرعة، الأوميجا للرد دايما بتبقى مع السرعة. فالسرعة في الاتجاه ده كده، والنقطة دي بتقع على الرود اي دي، فبالتالي لازم تكون الأوميجا في نفس اتجاه السرعة. فلما ده يدور كده لازم تبقى برضو سرعة نقطة دي هتبقى برضو في نفس اتجاه الأوميجا اللي هو في الاتجاه الأسفل ده كده. سرعة نقطة دي إما لفوق أو لتحت، مفيش اتجاه غير كده، لا إما ده منزلق ده سلايدر، لا إما يتحرك لفوق لا إما يتحرك لتحت. هنا هو يتحرك لتحت، هيبقى عشان يبقى كل اتجاه الدوران كله في اتجاه واحد اللي هو مع عقارب الساعة.
كده قدرنا نحدد اتجاه السرعتين، فبالتالي نقدر نحدد نقطة الاي سي باننا بنرسم عمودي على السرعة الاولى. ادي السرعة الاولى هي افقية، ارسم عمودي عليها وارسم عمودي على السرعة الثانية، السرعة الثانية رأسية لاسفل، يبقى ارسم عمودي عليها. كده قدرت احدد الايه نقطة الاي سي. طيب احنا كده جبنا من اللي هو طلبه، جبنا ايه، جبنا دلوقتي لسه هنشوف الايه اللي هو اول مطلوب اللي هو الانجولار فيلوسيتي للرود اي دي. ما جبناش لسه. طيب جبنا سرعة نقطة B اللي هي ب 768 من 1000 متر على الثانية. طيب من خلال سرعة نقطة B نقدر نقول، معذرة، طيب دلوقتي هنحسب الايه الأوميجا. عارفين ان ال V بيساوي الأوميجا في ال R. سرعة نقطة B معانا، طيب والار نقدر نحدده من خلال المثلث ده. انا معايا مثلث قائم، ده انا خدت ده كان رأسي صح، وخدت عمودي عليه بقى افقي، وده كان افقي خدت عمودي عليه بقى رأسي، عملوا لي زاوية قائمة هنا كده، عملوا لي زاوية قائمة. طيب عايزين بقى احنا نحسب الايه الطول ده كده، الطول ده بكام؟ ده مقابل الزاوية 30 في مثلث قائم، فهيساوي نص طول الوتر، أو ممكن تحسبها من خلال الساين الزاوية بيساوي المقابل على الوتر، هو هيساوي نص طول الوتر، وأنا معايا الوتر ب 360 هو مدولي، يبقى البعد ده كده هيبقى 180. كده قدرت أحدد البعد اللي هو الراديوس. الراديوس ده بيبقى من الأي سي للنقطة، اللي هي المسافة دي من الأي سي للنقطة. طيب قدرت احدد الريديس وانا معايا سرعة نقطة البي، معايا سرعة نقطة البي، يبقى اقدر احدد الاوميجا للرود اي دي. قدرت احدد السرعة الدورانية للرود اي دي اللي هي الاوميجا اي دي اللي هي ب 4.27 من 100. من خلالها هنقدر نحدد برضو اي سرعة او اي سرعة نقطة على اي نقطة على الرود نقدر نحدد سرعتها من خلال الاوميجا، لان الاوميجا للرد ثابته، اللي بيتغير هو سرعه النقطه على حسب الايه الراديوس. الفي بتساوي الاوميجا في الار، الاوميجا ثابته للرد كله، الراديوس هو اللي بيتغير. يعني هنا الراديوس هنا اهو، اما الراديوس هنا اكبر شويه، فسرعه نقطه بي هتختلف عن سرعه نقطه دي على حسب الايه الراديوس بتاع الايه النقطه. عايزين بقى نوصل لسرعة نقطة الدي، عرفنا اتجاهها اللي هو اتجاهها الأسفل، لأن الدوران كله هيبقى كده، سرعة نقطة الدي هتبقى اتجاهها الأسفل. طيب قيمتها بقى هيساوي الأوميجا في الأر برضو، الـ VD هيساوي برضو الأوميجا في الأر. طيب الأوميجا إحنا جبناها اللي هي ب 4.27 من 100، والأر نقدر نجيبها من هندسة الشكل من خلال المثلث القائم ده. معايا مثلث قائم ومعايا الزاوية دي 30، يبقى ومعايا الوتر، يبقى الطول الضلع ده اللي هو الراديوس اللي احنا عايزين نوصل له، اللي هو من النقطة أو من الأي سي للنقطة اللي هي المسافة دي من الأي سي للنقطة، ده هيساوي إيه؟ اللي هو الوتر كوزين الزاوية، الوتر في كوزين الـ30. طيب الوتر في كوزين الـ30 قدرنا، واحنا معانا الوتر اللي هو 360، طيب قدرنا نحدد الراديوس ومعانا الاوميجا للرد، قدرنا نحدد الفي لسرعة نقطة دي اللي هي سرعة نقطة دي، سرعة نقطة دي تطلع ب 1.33 من 100 واتجاهها لايه لأسفل. طيب باقي مطلوب واحد وهو سرعة نقطة الاي. نقطة الـ A هي نقطة طايرة كده مش عارفين اتجاه سرعتها فين. يعني هنا سرعة نقطة B قدرنا نحدد اتجاه السرعة من خلال الأوميجا ومن خلال الرد، إن هو عمودية على الرد ومع الأوميجا.
وسرعة نقطة دي منزلق اتحرك لايه بيتحرك لأعلى أو لأسفل، فقدرنا نحدد الايه السرعة. طيب أنا معايا دلوقتي الرود، هي دي نقطة برضو على الرود، الرود اي دي، فلازم يكون اتجاهها مع اتجاه الأوميجا. قلنا اتجاه الأوميجا في الاتجاه ده كده، فلازم برضو سرعة نقطة الايه هتبقى في الاتجاه ده مع الأوميجا. طيب انا قدرت احدد الايه الاي سي، هتاخد انت بقى من الاي سي لغاية ما توصل لنقطة خط مستقيم من الاي سي اللي انت حددته لغاية ما توصل للنقطة، وبعد كده تاخد عمودي على الخط ده في اتجاه الاوميجا. كده انت قدرت تحدد اتجاه سرعة نقطة الايه. طيب مقدار سرعة نقطة الـ A تقدر تجيبه لو أنت حصلت على الـ radius ده. لو قدرنا نحصل على الـ radius ده نقدر نجيب مقدار سرعة نقطة الـ A. ده هنجيبه عن طريق القانون اللي احنا كنا بناخده في ثانوي، اللي هو بيقول إن لو أنا عندي مثلث في ضلع مجهول ومعايا الزاوية المقابلة ليه والضلعين التانيين عارفين قيمة كل طول فيهم. طيب القانون كان بيقول إن الضلع، طول الضلع ده بيساوي الجذر التربيعي لطول الضلع اللي هو الـ AC. الـ AC ده هيساوي AD تربيع اللي هو طول الضلع الأول تربيع، زائد طول الضلع التاني تربيع اللي هو CD تربيع، ناقص 2 في الأول في التاني، ناقص 2 في الـ AD في الـ CD في كوزين الزاوية بينهم، أو في كوزين الزاوية اللي هي المقابلة للضلع اللي أنت عايز تحسبه في كوزين الـ30. من خلال القانون ده هتحط الأرقام اللي معاك وتقدر تحسب الـ AC. جبنا الـ AC بـ3 أو بـ36%. طيب كذلك برضو نفس القانون اللي احنا استخدمناه في الأول، الـ VA هيساوي الأوميجا في الـ R. الأوميجا جبناها بـ24%، الأوميجا في الـ R، الأوميجا بـ24%، طب الـ R هو المسافة دي كده، المسافة دي جبناها اللي هي بـ36%، يبقى 24% في 36% تطلع معاك الـ VA بـ51.5%. طيب الاتجاه بتاعها بقى، احنا عرفنا ان هي في الاتجاه ده، ولكن عايزين نوصل للزاوية اتجاهها مع الأفقي. اتجاهها بننسبه دايما للايه، للأفقي. عايزين نوصل للسيتا دي اللي هي اتجاهها مع الأفقي. انا عندي الزاوية دي كلها 90، الزاوية دي كلها 90. طيب الزاوية دي كده لو انت عملت حرف زد كده اهو اهو، الزاوية دي كده 30 بتساوي الزاوية دي كده. طيب قدرنا نجيب جزء من الـ90، فاضل الجزء اللي هو ده كده اللي هي الزاوية مثلا نسميها مثلا ايه بيتا. الزاوية دي برضو ليها قانون، او بنجيب برضو الزاوية دي عن طريق ان انا معايا اطوال اضلاع وزوايا معلومة وفي الزاوية مجهولة، فبنستخدم لامي، بنستخدم لامي علشان نقدر نجيب الزاوية دي. الـ AC كل ضلع على الزاوية المقابلة ليه في المثلث ده، في المثلث ده هاخد كل ضلع على الزاوية المقابلة ليه. فالـ AC خد الـ AC احنا جبناه اللي هو بـ36% على ساين الزاوية المقابلة ليه، ادا الـ AC والزاوية المقابلة ليه اللي هي ساين 30، هيساوي الـ CD اللي هو جبناه من خلال المثلث القائم اللي هو بيساوي طول الوتر في كوزين الزاوية، جبناه اللي هو 3/10 اللي هو CD اهو، على ساين الزاوية المقابلة ليه. طيب الطول الضلع ده الزاوية المقابلة ليه اللي هي ايه، الايه الفاي، يبقى على ساين فاي اللي انا عايز اوصل لها. خلاص من خلال الايه المعادلة دي كده اقدر احسب ساين الفاي. قدرت اجيب الفاي بـ25.36%، كده قدرت اجيب الجزء الثاني من الزاوية. قدرت احسب الايه الفاي، انا عايز اوصل للزاوية سيتا. الزاوية سيتا هتساوي الـ90 اللي هي الزاوية الكلية، 90 ناقص الزاوية اللي هي 30 زائد الزاوية دي، الزاوية دي كده هتساوي الزاوية دي كلها اللي هي 90 ناقص الزاويتين دول، ناقص مجموع الزاويتين دول. كده قدرت احدد اتجاه سرعة نقطة الـ A. كده المسألة خلصت. دعواتكم ومع السلامة.